استكمالاً للاكتشافات التي غيرت العالم والاكتشافات التي ارتبطت تحديداً مع علم الميكانيك، ساهم علماء مسلمون في اكتشاف واختراع تقنيات لرفع المياه. ما أهمية ذلك؟ ذلك مهم جداً لأن الناس كانوا يعانون جداً في عملية نقل المياه من منطقة إلى أخرى. ونذكر هنا لكم اكتشافين هامين. الأول هو مضخة الجزري، حيث أدخلت تغيراً جذرياً في تقنيات رفع المياه. والاكتشاف الآخر هو مضخة تقي الدين، سداسية الاسطوانات. هذه الاكتشافات غيرت المجتمع في زمن ما قبل الاعتماد على الآلات، فلم يعد الناس مثلاً مضطرون إلى المسير إلى خزانات المياه، بل أصبحت المياه تصلهم إلى منازلهم من خلال المضخات والأقنية. المزيد عن طريقة كيفية عمل هذه الاكتشافات تجدونها في طقس العرب في الرابط أدناه. إلى اللقاء.